سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. إبراهيم المصري، الحارس الأسطوري والعملاق والمعلم صاحب الساعة الذهبية. يعد حارس مرمى المنتخب الليبي السابق الراحل إبراهيم المصري أحد أبرز وأفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم الليبية الذين برزوا منذ أواخر الخمسينيات. ولد إبراهيم المصري بمدينة بنغازي في منتصف عام 1939 بشارع بروين القريب من ملعب البلدي الذي شهد إبداعات أساطير كرة القدم بمدينة بنغازي. تعلم أبجديات كرة القدم في أزقة بنغازي ومدارسها، انضم لفريق التعاون الذي تأسس في شارع بروين عام 1956، وفي عام 1957 انتقل لفريق الأهلي ببنغازي ليستفيد من خبرة المدرب القدير عبد العال العقيلي الذي ساهم في تعليمه تقنيات وأسرار حراسة المرمى. في عام 1959 انتقل لفريق النجمة برفقة القمتان مفتاح الأصفر أبو بكر شميسة، وسافر مع الفريق إلى مالطا ليلعب أفضل مبارياته ضد فريق الحمرون وفاليتا، حيث وصفته أشهر الصحف الرياضية بمالطا بالحارس الطائر. في عام 1961 اختير لأول مرة للدفاع عن شباك منتخبنا الوطني لكرة القدم في منافسات الدورة العربية التي أقيمت بالمغرب، وحصد أبرز جوائز البطولة وهي ساعة ذهبية فاخرة برفقة زميله الراحل رجب لحو المسروبة، وكان أبرز وأفضل حراس مرمى بالدورة العربية التي أقيمت برعاية ملك المغرب. في عام 1962 انتقل لفريق الهلال وبرز مع ذلك الجيل الذهبي الذي ضم الدولي علي الشعالية ومحجوب بوكر ودمسي الكبير ومحمد المجني وعبد السلام الورفلي. وفي عام 1965 اختير للمرة الثانية ليدافع عن شباك منتخبنا الوطني في الدورة العربية الثالثة التي أقيمت بمصر برفقة نجوم الفريق علي البسكي ونور الترهوني وحسن السنوسي وأحمد بن سويد، ليكون الحارس الليبي الوحيد الذي شارك في دورتين عربيتين متتاليتين. وفي عام 1966 انتقل إلى مدينة طرابلس ليلعب مع فريق الاتحاد بقيادة مدربه علي الزنتوتي، عاد بعدها سريعاً لفريق النجمة ليقدم معه أفضل مواسمه، وبعد دمج فريق النجمة لعب حباً في الشعار الأزرق والأحمر العديد من المباريات الرسمية مع فريق السواحل، تشجيعاً ودعماً لهذا الفريق الصاعد حديثاً لدور الأضواء خلال مطلع السبعينيات. كان الراحل إبراهيم المصري من أكثر حراس المرمى استعداداً وجاهزية ورشاقة ولياقة بدنية، فعندما هاجر إلى ألمانيا عام 1964 عاد مجدداً للدفاع عن شباك المنتخب الليبي من جديد، واستطاع العودة بنفس القدرة، فكان عاشقاً للتحدي والمغامرة. عقب اعتزاله الملاعب لم يبخل بتقديم خبرته وتجربته لكثير من حراس المرمى في عدد من الأندية المحلية، وهو من حراس المرمى القلائل الذين يتمتعون بثقافة واسعة ويجيد التحدث بعدة لغات. انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم 15 من شهر يناير عام 2017 وحقق أمنيته أن يقبر في التراب الذي عشقه كثيراً، تراب بنغازي الذي أحبه وأعطاه من إبداعاته الكروية الكثير والكثير.